مزمور 137. على أنهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صيون. كيف ننشد نشيد الرب في أرض غريبة؟ إن نسيتك يا أورشليم فلتنسى يميني، ليلتصق لساني بحنك إن كنت لا أذكرك، إن كنت لا أعلي أورشليم على ذروة فرحي. Bird on a tree, I'm just sitting here. مرحبا، انا اسمي ليلي مندلاوي شور. انا من مواليد بغداد، عشت بغداد الى ان كان عمري 14 سنه. من كان عمري 14 سنه اضطررنا للهروب من حكم البعث من صدام حسين والاضطهاد الذي شافوه اليهود من البعث. أغلبية الطائفة اليهودية هربت، أكثرهم عن طريق إيران، وإحنا كنا عايشين ببغداد. أنا كنت عايشة في منطقة البتاوين، في محلة البتاوين. هي كانت محلة أحدث من المحلات القديمة في التي سكنوا فيها اليهود في الخمسينات أو إلى الخمسينات، وكنت ساكنة قبال الكنيس اليهودي مير طويق. هو هذا الكنيس الوحيد اللي بقى إلى حد الآن، بس هو طبعا مسدود مغلوق لأن ماكو طائفة يهودية في العراق أو في بغداد. ما حد ما يصلي بي ولا حد يمارس الديانة اليهودية أو في الكنيس اليهودي. كثير من أصدقائي كانوا عايشين في البتاوين وأيضا في العلوية، في المسبح، كل هاي المحلات اللي انبنت بعد الحرب العالمية الأولى. كل المحلات اللي كانوا ساكنين فيها، المحلات القديمة مثل قنبر علي، مثل تحت التكية، مثل محلة الشيخ، باب الشيخ، وكل هاي الأماكن يم الشورجة وكل هاي الأماكن القديمة فرغت. ما كان بعد يهود، واللي ظلوا أيضا تركوا تحولوا إلى أماكن جديدة. طفولة كانت جميلة جدا، لأن كنا في الستينات الحياة كانت أحسن. يعني بأوائل الستينات الحياة كانت أحسن لليهود، وكان عندهم حرية يعني التنقل والاصطياف والسفرات، وكنا نروح نسافر للحلة ونروح للنبي حسقيل اللي هو بالكفل، مرقد النبي حسقيل هو في الكفل. كنا نروح نزور زيارة، وكنا نروح للكوت، وكنا نروح السدة الهندية، وفي بغداد للمنتزه ولمدينة الألعاب. وعندي صور كثيرة من هاي، والكازينو على الشط، وكنا نتعلم سباحة في الشط. يخلونا كغب على مود نطوف، وبعدين يشيلوها ناخذ بلم ونروح لنص الشط، ومن هناك يعني نقمز للمي ونسوي يعني كانت طفولة جميلة جدا. كنا نروح لأماكن مختلفة، معرض بغداد. يعني بغداد كانت مدينة جميلة جدا، سينمات ومنتزهات وحدائق، يعني كل شيء كان بيها. أفلام حلوة، كانت أفلام أمريكية إلى 1967، إلى حرب الأيام الستة. كنا نروح نشوف نورمان ويزدم، كنا نشوف باد أبوت أند كوستيلو، كنا نشوف ناتالي وود، كنا نشوف يعني تشارلي تشابلين، كل هاي الأشياء. كنا نشوف كينج كونغ، سوبرمان. أنا أشتغل في متحف تراث يهود بابل،
أنا مديرة العلاقات الخارجية وأيضا مديرة الفعاليات التربوية. الغاية هي أن نحكي القصة للجماهير وأيضا للجيل الجديد، يعني للجيل الشاب، للشباب، للأولاد الذين انولدوا هون في إسرائيل، أو أيضا لعوائل التي تركت العراق إلى خارج العراق أو خارج إسرائيل. ويعني نعرض الحياة في كل المراحل التاريخية من قبل 2700 سنة، من السبي الآشوري وبعدين السبي البابلي، من مملكة يهودا إلى بابل، وعبر الأجيال إلى يومنا هذا. ونحكي القصة ونحكي يعني سيرة اليهود في الحياة التربوية، في الحياة، في المجال الموسيقي، في الأزياء، في المحلات اللي كانوا ساكنين فيها، في الأشغال اللي كانوا يشتغلون بها، يعني المهن، الصايغ والخياط والبايع القماش والعطار، وأيضا الحياة الدينية، وكل شيء يعني احنا نروي ونعرضه على الناس. الكنيس هو مصغر للكنيس الكبير، الإصلاح الكبيري التي أقيمت أو أسست في القرن الخامس قبل الميلاد. اليهود الذين أتوا من أو جلبوا كأسرى مسبيين من مملكة يهودا إلى بابل، جابوا وياهم في البقشة الصغيرة التي جابوها معهم لأن كل شيء فقدوا، جابوا معهم تراب من الأرض المقدسة، من أورشليم، من صيون، وحجار من بيت المقدس المحروق، وبنوا الكنيس اليهودي الإصلاح الكبيري على هذه الأساس. يعني خلوا بالأساس كل هذا التراب اللي جابوه من الأرض المقدسة، من أورشليم ومن صيون، لأن الحنين إلى هذا المكان، إلى أرضهم، كانت يعني قوية جدا، ودائما من قبل 2600 سنة إلى الآن يذكرون أورشليم. يعني إذا نرجع للعراق زيارة، طبعا نزور المراقد والأماكن الدينية، مرقد النبي حزقيل، مرقد العزراء سوفير العزير في يم البصرة، والمراقد النبي نحوم، وكل هاي الأشياء، وكل هاي الأماكن التراثية. طبعا المحلات اليهودية الحلوة، الشناشيل، كل هاي لازم يعني يحافظون عليها ويخلوها، يعني هاي أماكن سياحية تجيب سياحة كلش حلوة للعراق، لازم يحافظون عليها. يعني هاي أنا مهتمة بيها، هاي الأماكن، أماكن اللي بصمات اليهود كانت يعني عليهم.